السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال القناة وفيديو جديد. إزاي كنت بذاكر في رمضان أحسن من باقي شهور السنة أو زيها على الأقل؟ الصراحة اليوتيوب مليان نصايح كتير جدا عن كيفية المذاكرة في رمضان وإزاي تستغل كل الأوقات اللي موجودة وإزاي ما تبقاش حاسس إن أنت كسلان وهمدان وأنت بتذاكر وكده. حبيت أخرج برا كل النصايح اللي نسبيا ممكن تكون نظرية، الحد اللي بيديها أصلا هو حد ما بيذاكرش تقريبا، أغلب الناس كده مجرد واحد بيتكلم عن المذاكرة فبيقولك إزاي تستغل المذاكرة وخلاص. بس حبيت أخرج برا الموضوع دوت وأحكي تجربتي الشخصية أنا في رمضان اللي فات، إزاي كنت بذاكر فيه وإزاي استغليته وإزاي فعلا خرجت منه بأفضل من أي شهر تاني في السنة. فأنا هحكي تجربتي الشخصية اللي كالعادة اللي أنا متعود إن أنا أحكيها معاكو، مش لازم كل الناس تطبقها بس بفتح للناس أجزاء كده ممكن ما تكونش باينة عندهم. وتجربتي دي كانت في رمضان السنة اللي فاتت 2022، وديت كنت في آخر سنة ليا في كلية الطب، كنت تحديدا في راوند البطنة، وراوند البطنة في سنة ستة. وما أدراك ما البطنة، وما أدراك سنة ستة، وما أدراك مذاكرة رمضان في كل هذه الأجواء الجميلة. وإزاي قدرت أحافظ الحمد لله على أغلب الأنشطة اللي أنا متعود إن أنا أعملها في رمضان، من صلاة التراويح الحمد لله والورد من القرآن اللي أنا متعود عليه. ورغم كل ده برضو كنت بحضر في الكلية وبذاكر الحمد لله أول بأول، فإزاي قدرت أوفق بين كل الحاجات دي ده اللي هحكيه ان شاء الله في الفيديو. فتابعوا الفيديو ان شاء الله للاخر وباذن الله تستفيدوا. دلوقتي انا مستغرب ازاي قدرت اعمل كل الحاجات ديت الحمد لله، وكل ما افتكر رمضان اللي فات دوت اقول ايه اللي حصل دوت بالظبط. طبعا انا وقتها كنت في راوند البطنه ومش قادر اوصف لكم قد ايه كنت خايف من راوند البطنه ده في رمضان، ازاي وازاي هقدر اذاكر البطنه والبطنه كبيره جدا ورمضان ده بفرهد فيه وما بعرفش اركز فيه كتير وهحضر في الكليه وحر وصيام، فتفاصيل كتيرة جدا كنت قلقان منها. زي ما بيقولوا كده انت بتبقى قبل الفطار ده همدان وتعبان وقرفان ورئك ناشف، وبعد الفطار بقى انت تقلان ونايم، وبعد الصلاة مثلا رجلك وجعاك، فكل الحاجات دي بتبقى ضدك تماما في رمضان. فكان معايا في نفس الوقت دوت 5 برانشات من البطنة لما كنت في سنة ستة، وانا من النوع اللي بحب اذاكر اول باول الحمد لله، ما بحبش ان انا راكم او ان انا اذاكر مثلا مذاكرة اسبوع كامل او مذاكرة الراوند كله الحمد لله. دي من الحاجات اللي انا كنت مثبتها كده وانا في الكلية. بلس بقى ده كنت حاطط ان انا عايز اخلص شوية مواضيع في مادة الاحصاء عندنا في الكلية برضو مش كتير بيهتم بيها. بعد كل اللي انا حكيته دوت انا كنت عايز استمر شوية برضو في القناة واعمل شوية فيديوهات، ما اوقفش الدنيا خالص زي ما كنت بعمل كل السنين تقريبا لما بيجي رمضان عليا، يعمل شوية فيديوهات كده في الأول وبعد كده بطل، يا ما عملش خالص من الأول. بمخي البسيط الجميل جدا قال لي مستحيل أنت مش هتعرف تعمل أي حاجة من الكلام دوت. فمن بداية رمضان كده حسيت بالخطر، حسيت إن الوقت بيتسرق، حسيت إن أنا في حاجات كتيرة قوي بتضيع مني وأنا معرفش هي بتضيع في إيه وإزاي. فقررت إن أنا اللي هتحكم في وقتي، ودايما كنت بفتكر الحديث الحمد لله اللي هو وعن عمره فيما أفناه. والحمد لله الحالة الإيمانية اللي الواحد بيبقى عليها في رمضان مع التذكر للحديث ده بتساعد الواحد جدا جدا ان هو ينجز في شغله. فركزت مخي جدا جدا جدا. مخك لما بتسيستمه ان انت هتخلص حاجة معينة، حاجة واحدة بس، هو هيخلص الحاجة الواحدة ديت في الوقت دوت. لو مخك ده اديت له امر ان انت هتخلص حاجتين في الوقت، هيخلص حاجتين في الوقت بأيا كانت الطريقة. بس لما تسيستم مخك على حاجه زي كده بجد الموضوع بيفرق جدا. فانت لما تسيستم مخك ان انت عايز تذاكر بطن، عايز تحضر في الكليه، عايز تكتب سكريبت مثلا للقناه، عايز ان انت تذاكر شويه في الاحصاء، كل الحاجات دي كده دماغك هتتسيستم عليها وتعرف تنجز في الوقت المحدد ليها. فمن بدايه رمضان الحمد لله كنت مثبت ان انا الحمد لله لازم ان انا هصلي التراويح ايا كان مده التراويح اللي هصليها دي مع انهي شيخ، ولازم الحمد لله في ورد ثابت من القران. بلس كل دوت كنت مثبت مثلا درس او موضوع من الاحصاء لازم ان انا اخده مثلا في الاسبوع اللي انا هذاكره ده كله، موضوع او موضوعين مثلا من الاحصاء. كل ده بقى بلس الحاجه الاساسيه اللي كانت عندي وهي البطنه. كان عندي في اسبوعين نيورو، اسبوعين هيماتولوجي ونفرو واندوكراين، وبعد كده اخر اسبوعين كانوا روماتيزم. اسبوعين النيورو دول كانوا قبل رمضان الحمد لله. فضل بقى الاسبوعين التانيين اللي هما كان فيهم 3 برانشات، فكنت محدد ان انا الحمد لله كل 3 أو 4 ايام هخلص برانش منهم وسيستمت دماغي على كده. فنبدا معاكم الحكايه كده. كنت العادي ان انا الحمد لله بصحى مثلا من 9 الصبح او من 8:30 عشان انزل الكليه، الكليه مثلا برضو الحضور بتاعها ما كانش كبير قوي من 9 مثلا ل 12
او واحده في اقصى يوم، فكنت ارجع 12 او واحده انام، يعني لازم الصراحه انام لان انا بكون بقى مثلا سهران شويه او صحيت عشان السحور والفجر وكده، فبنام مثلا ساعه او ساعتين من 12 لواحده او لاتنين، وبعد كده بصحى باخد الشوط الكبير جدا من البطنه دوت من الوقت اللي بصحى فيه لغايه مثلا قبل المغرب بساعه ساعه او ساعه ونص كده. الوقت دوت ناس كتيره جدا بتقول ان هو وقت مش نشاط تماما، وقت بتكون فيه كسلان، وقت بيكون فيه حران، وقت بتكون فيه عطشان جعان. الحمد لله ما كنتش بشوف الحاجات ديت، لان انا لما الحمد لله بقعد على المذاكره يعني دماغي كده بتقول لك خلاص ما ركز في الحاجه اللي انت فيها، ما بتقعدش بقى تتشتت حاجات كتير، لا انا عايز اشرب، لا انا عايز اكل، لا ده في مش عارف ايه في الثلاجه، لا ده في حلويات ايه في المطبخ، فبتبقى مركز في الحاجه اللي انت قاعد عليها، فتقريبا بتنسى نفسك. الحمد لله كنت بقوم عشان اصلي العصر بس، وبعد كده ارجع اكمل تاني لغايه قبل المغرب مثلا بساعه. الوقت ده مثلا لو خلاص بقى فرهدت فيه تماما كنت باخد فيه الحاجه اللي ممكن ما تحتاجش مجهود كبير جدا، ممكن اقرا اذكار، ممكن اسمع يوتيوب لو حاجه مثلا عايز اسمع لها شرح، او حاجه دينيه في رمضان هتساعدني، او الحاجه الثالثه ان انا ممكن اقرا فيها الورد بتاعي من القران. بعد بقى المغرب وبعد ما تكسر صيامك، وهنا كنت بدات اجرب حاجه جديده جدا عليا كنت اول مره اجربها، وهي ان انا ما افطرش بعد المغرب على طول، وما ضيعش الساعه اللي بعد المغرب اللي هي بتبقى ساعه نشاط كبير جدا، ودي الحاجه اللي انا اكتشفتها. بقيت اللي هو اكسر صيامي بميه، بتمر، بحاجه بسيطه خالص، كوبايه عصير بسيطه خالص جدا جدا، وما اكلش خالص قبل التراويح، والساعه اللي بين المغرب والتراويح ديت اقعد اذاكر فيها تاني واكمل فيها المذاكره اللي انا لسه ما خلصتهاش مثلا من الصبح، اسمع فيها فيديو، امنتج حاجه للقناه لو هعملها. بدات احس ان انا يعني بنزل التراويح مش تقلان، كنت قبل كده مثلا كنت ببقى مالي بطني تماما اكل وعصير وتمر ومش عارف ايه، فبنزل التراويح انا مش قادر اقف حرفيا الساعه اللي قبل التراويح برضه اديني قعدت اكل فيها ومش عارف ايه، وبقعد على الموبايل شويه ما بستغلهاش خالص، نص ساعه اكل ونص الساعه الثانيه برتاح من الاكل عقبال ما التراويح تيجي. فالموضوع ده لما جربته بجد فرق معايا كتير جدا الحمد لله. مش هقول لكم ان هو كل الايام اكيد، ممكن مثلا نص رمضان عملت فيه الحركه ديت، فبقيت بقى كمان انزل التراويح اصلي حاسس ان انا مرتاح جدا وقادر اقف وقادر اركز مع الامام والقران والصلاه وكل حاجه، وبعد ما اطلع بقى ايا كانت التراويح دي هتخلص امتى الاقي نفسي جعان اكل، ما احسش بالتخمه الفظيعه اللي كنت بحس بيها في الفتره اللي قبلها، لان انت بتكون بقى كسرت صيامك بكذا حاجه كده، ما بتحسش انت الجعان الجوع الفظيع اللي انت بتحسه وقت المغرب لما تيجي تاكل بقى على صيام، فما باكلش الاكل كتير جدا الحمد لله. ما انت تخنت ليه الحمد لله. فمثلا نعتبر ان انت وصلت لغايه الساعه مثلا 10 10 ونص 11، يعني ده على اقصى تقدير، ما فيش جوامع مثلا بتفضل بعد كده الصراحه في التراويح، فبيبقى مثلا معايا ساعه ساعه ونص ساعتين لغايه لما انام، فالفترة دي بقى بيبقى خلاص بالنسبة لي بقول ان انا فاصل خالص مثلا. فكان ليا حد من صحابي بيشجعني كتير جدا جدا على مذاكرة الاحصاء ديت، فكنت بقعد اذاكر الاحصاء دي معاه، وجزء الشيرنج بتاع المذاكرة ده كان بيبقى الجزء المسلي اصلا من اليوم، اللي هو بيخليك كده ايه فريش كده، وبيكسر الحاجز بتاع المذاكرة الصعبة والرخمة، والمادة اصلا رخمة معاك كمان. وبعد كل ده الحمد لله ادخل انام مثلا على الساعة واحدة ونص او واحدة، وعشان اصحى مثلا 3 او 3 ونص اتسحر واستنى الفجر وهكذا، وبنام بعد الفجر عشان اصحى الساعه 8 او 9 للكليه وهكذا وهكذا وهكذا. بقيت احس ان انا بنجز انجاز فظيع جدا، رغم ان عدد ساعات المذاكره اصلا اللي ذاكرته فعليا مش كتير، يعني انا بقول لكم من بعد ما بصحى من النوم الظهريه كده على الساعه 1 لغايه المغرب او قبل المغرب اللي هي اصلا 5 مثلا ولا حاجه، اللي هو عدد قليل جدا من الساعات، بس بدات احس ان انا بركز فيه كتير جدا جدا وبنجز، ومش بحس ان انا تعبان باقي اليوم خالص. فبلاقيني الحمد لله الحمد لله صليت كل الصلوات بتاعتي الحمد لله، ذاكرت البطنه الفظيعه اللي كل الناس بتقلق منها وكل الناس مفكره ان هي ما بتخلصش مثلا الحمد لله، ممكن اكون عملت انشطه اخرى بجانبيا كده اللي هي مونتاج مثلا في القناه، او ان انا اصور اصلا فيديو للقناه، قريت الورد بتاعي وصليت التراويح، وكمان ذاكرت الاحصاء في شهر رمضان. وبعد كل ده الحمد لله نايم حوالي 6 او 7 ساعات في رمضان اللي كله بيشتكي برضه فيه منه من النوم. وبكده الحمد لله اكون وصلت لهدفي واللي انا كنت عايزه فعلا من رمضان، ان انا اللي اتحكم في الوقت بتاعي، مش الوقت هو اللي يتحكم، والاكل هو اللي يتحكم فيا، ومواعيد اللي مش عارف ايه اللي تتحكم فيا، فلا انا اللي كنت عارف الحمد لله سيطر على الموضوع دوت الحمد لله، وانجزت
الحاجة اللي كنت عايز انجزها فعلا. هو السر في ان انت تتحكم وتنظم نفسك وتعرف وقت نشاطك فين وتعرف وقت انجازك فين. وهسيب لكم فيديو هنا برضو لطلبة ثانوية عامة كنت اتكلمت فيه عن تجربتي في المذاكرة في رمضان لما كنت في ثانوية عامة، والفيديو برضو مفيد جدا لو حد حابب يتفرج عليه. دمتم مكافحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.